السلام عليكم. كانت اليوم الجلسه الثالثه، كنديروا هذه الدعوه ديال بطلان اجراءات التنفيذ من بعد داك الحكم التنفيذي اللي تنفذ في الارض. الامور قانونيه الحمد لله غدا مزيان، والحقيقه بانت من نهار خرجت داك الخبره المضاده اللي دارت في الارض وتبينت بان الارض ما بقاتش بالنسبه للناس ديال المحافظه اللي هما 86 واحد، من خلال الخبره اللي دار الخبير الاول اللي تقسمت عليها الارض، تقسمت على اربعه المجموعات كما دائما تنقولوا، والمجموعه الخامسه ما شاتش ليها الارض. حنا الناس اللي محافظين 86 واحد ما شاتنا حتى شي شبر ديال الارض. درنا المساطير ديالنا القانونيه اللي هي غدا مزيان ولله الحمد، والشكر للناس ديال القانون والمحكمه الابتدائيه. ودابا هذه مسطره ديال اجراءات بطلان التنفيذ، وعاد كاين مساطير اخرى اللي هي بخصوص هذه الدعوه. المهم المسائل القانونيه غدا مزيان ولله الحمد، ان شاء الله نهار 4/11 غتكون عندنا جلسه اخرى، هذه الجلسه الثالثه. هذا هو الجديد في ملف دوار مدير بازيره راضي اقليم سيدي قاسم. شكرا لكم. حنا اخويا كنطلبوا الحق ديالنا، وشحال حنا معذبين ومردين، وهذا الحق حنا ما سارقينه ما خاطفين، مخليه بواتنا وجدودنا وشارين من عند الامير مولاي عبد الله رحمه الله كل حسن الثاني. واش هذه الارض عام ولا غيجي يحولنا من الارض مشريه من عند الامير ومحفظه داخله في التحفير، وهذا طغى علينا بالمال ديالو وفلوس ديالو، وبغى يشردنا ويخرجنا من الارض ويحيدنا الارض من تحت رجلينا وياخذها هو، ماشي حق ما قالهاش المعقول. احنا كنطلبوا من جلاله الملك ما يضيعناش، الله يشدنا في جلاله الملك. هذا الشيء اللي كنطلبوا، احنا الحق ديالنا، ما كنطلبوش شي حاجه ديال الناس. اما هو اللي ظالمنا، واحد لواحد هو الله ظالم دوار كله. فين غيجلي داك الدوار؟ واش يطيح في الواد؟ فين غيمشي؟ حتى الواد نشف ما بقاش فيه الماء. حنا كنطلبوا من جلاله الملك، الله يشدنا في جلاله الملك يبين حقنا.